تعالوا نتابع مع حضراتكم دلوقتي فعاليات مهرجان أفضل باند واللي تم تنظيمه على مسرح نهاية صليحة بمعهد النقد الفني في أكاديمية الفنون. النهارده الكومبيتيشن يعني شويه ليهم شروط شويه في المسابقه، ان في لازم عملين خاصين بالفرقه يعني يتم تقديمهم، مش من اعمال التراث يعني من الحان المايسترو او من الحان الفرقه يعني. فالنهارده انا بقدم فقرتين من الحاني، واحده هغنيهم وفي الثانيه نوران سيد دي سوليست الفرقه هتغنيها، والفقرة الثالثة دي فقرة من التراث هسيبها لكم مفاجأة بقى، لأن ده سكتش كده غناء استعراضي هيعجبكم قوي إن شاء الله. الفكرة كلها إن الفرقة هي مزج بين يعني بين القديم والجديد، فإحنا عندنا في الفرقة اللي بيغني ده وبيغني ده، وعشان الفرقة الحمد لله ليها باع كويس قوي وبقت معروفة، أعتقد إن أنا من الفرق اللي هي موجودة في مصر دلوقتي بيجي لها أفراد من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، يعني السويس واسكندرية وأسيوط والمنصورة، فالحمد لله يعني إحنا قادرين نوفي ده قوي معنا في الفرقة، يعني فكرة المزج بين الفقرات والأجيال وبين جميع أنحاء المطربين بقى جايين من كل حتة في مصر يعني زي ما بيقولوا. بس النهاردة إحنا جايبين عدد قليل جدا لأن الفقرات محددة يعني. المسابقة هي أحلى ما فيها إن هو بيقول لك وريني أنت عامل إيه، لأن هو كل الفرق بتطلع تقدم حاجات القديمة والتراثية تسعينات الكلام ده، كل الفرق أعتقد متشابهة يعني ما فيش فرق كبير قوي إلا الصوت أو الطريقة اللي بتتقدم بيها الفقرة. إنما النهاردة هو بيقول لك هنا وريني شغلك الخاص بقى، يعني أنت الحاجة اللي أنت عاملها بقى بنفسك، لحنك بقى وتوزيعك وشغلك وكلماتك، ده اللي بيتميز بيه النهارده الكومبيتيشن دي يعني. تمام، انا مع المايسترو بقالي كتير يعني من 11 سنه تقريبا. بدأت الفرقة بقى لها حوالي 5 سنين تقريبا. تمام، كنت مع الفرقة مع الأستاذ علي المنسي مايسترو فريق الكريدان طبعا، وتعلمت حاجات كتيرة طبعا، هو اللي علمني ازاي ان انا اغني واقف على مسرح، وعلمني ان انا يعني اغني صح وافق المقام صح وامسك التون صح ما اخرجش ورا التون ولا التيمبو، تعلمت حاجات كتير مع الأستاذ علي المنسي طبعا. احنا بنقدم تنوعات كتير، تسعيناتي قديم، تشكيلات من ام كلثوم على ورده على عبد الحليم، ما عندناش حاجه معينه، كل حاجه بنقدمها. وطبعا انا اول ما دخلت الفرقه طبعا مستواي من سنه حاجه، وكل الفضل يرجع للمايسترو طبعا طبعا، يعني كان مستواي حاجه، وهنا اتعلمت حاجات كتير في المقامات الموسيقيه، اروح ازاي هنا اجي من هنا ازاي، لا استفدت كتير جدا طبعا. ومايسترو علي المنسي طبعا انسب له بعض الفضل، كل الفضل طبعا في الحاجات ديت. انا قلبي لما نهداني بس جواه.